الليله ماشي انا بوحدي نتكلم عليها، المسلمين كلهم كيتكلموا عليها، لانها ليله عظيمه عند الله اللي هي بشرنا بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين، وحنا فرحانين بها. وجرات العاده مع هاد الناس باش كيحتفلوا بها كل عام، كيجمعوا الناس وكدوز ليله مباركه مسعوده ان شاء الله. هذا موال ان شاء الله في متحف الرسول، غنهديوه لقناه شوف تي في ان شاء الله. صليت عليك يا حبيبي محمد يا بابا بابا، صليت عليك يا حبيبي محمد قبل يطلع الفجر ولا يبان علامو، من هو تاك صلا يا سيدي يصبح مسند وصحاب الدين كلش تحزامو، نوضو يا نايمين اسيدي بابا 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 بابا، وعلاش تنامو مولاي رسول الله داز منا بعلامو، غدا في الاخرى نكونو جيرانو. فاس مدينه روحانيه، فاس مدينه العلم، فاس مدينه معروفه بعيساوه ديالها وبحماسه ديالها وبالملحون ديالها، وحنا عيساوه والسي سعد بركاته عيساوي كبير، وهذه ليله ممتازه عنده وكنشكرو بزاف، وعنده العصائد الدينيه على خلق النبي وتبارك الله عليه، والله يخلي لنا تا هو من مدينه فاس، والله يسر سيدنا ويشافي لنا.